شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي والتي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى السيد الرئيس كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى لتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة في السودان مشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنيه الفيديو كونفرنس في قمه مجلس السلم والامن الافريقي التي انعقدت لبحث الازمه الراهنه في السودان وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الافارقه وعلى راسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهوريه اوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والامن بالاضافه الى رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي وامين عام جامعه الدول العربيه وسكرتير عام منظمه الايجاد ومبعوثه سكرتير عام الامم المتحده للقرن الافريقي. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان قمه مجلس السلم والامن ركزت على مناقشه سبل خفض التصعيد في السودان والتنسيق بين كافه الاطراف المعنيه لوقف اطلاق النار وتعزيز الممرات الانسانيه والعوده للحوار السلمي. وقد القى السيد الرئيس كلمه خلال الجلسه الافتتاحيه للقمه. بسم الله الرحمن الرحيم اخي فخامه الرئيس يوري موسيفني رئيس جمهوريه اوغندا الشقيقه ورئيس مجلس السلم والامن الافريقي اخي فخامه الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهوريه جزر القمر الشقيقه ورئيس الاتحاد الافريقي اخي السيد موسى فقيه رئيس مفاوضيه الاتحاد الافريقي اصحاب الفخامه السيدات والساده أود في البداية أن أُعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق. إن اجتماعنا اليوم يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية قيمة رمزية، بتأكيد استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية، للعمل معًا، نحو سودان مستقر وآمن. السادات والسادة، لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية. ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. ومن هنا تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 ابريل الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعله ومن بينها مصر. ويأتي اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار. بمماثل خطوه مهمه في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وانهاء الصراع الدامي الحالي السيدات والساده ان الجهود المبذوله في اطار الاتحاد الافريقي تاتي مكمله لمسارات اخرى ومن ضمنها جامعه الدول العربيه التي اقرت قمتها الاخيره تشكيل مجموعه اتصال وزاريه عربيه للتعامل مع الازمه وكذا جهود تجمع الإيجاد، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة. ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة. وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة. يدعم بعضها البعض وتؤسس لخريطة الطريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة لجميع أطياف الشعب السوداني وتؤكد مصر في هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا اصيلا ولكونها الاكثر تاثرا بالازمه والاكثر حرصا على انهائها في اسرع وقت لقد اطلعت مصر بمسؤوليتها باعتبارها دوله جوار رئيسيه لجمهوريه السودان من خلال تكسيف التواصل مع الاطراف الفاعله كافه والشركاء الدوليين والاقليميين للعمل على انهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها أهمها أولاً ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية. ثانياً وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان. والتي تعد العمود الفقري لحمايه الدوله من خطر الانهيار ثالثا ان النزاع في السودان هو امر يخص الاشقاء السودانيين ودورنا كاطراف اقليميه مساعدتهم على ايقافه وتحقيق التوافق حول حل الاسباب التي ادت اليه في المقام الاول وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لاراده الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخليه. واهميه عدم السماح بالتدخلات الخارجيه في ازمته الراهنه. رابعا ان التداعيات الانسانيه للازمه السودانيه تتجاوز حدود الدوله وتؤثر على دول الجوار. التي يتعين التنسيق معها عن قرب. وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشان عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور السيدات والسادة في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بذل كل الجهود من اجل انهاء الازمه الحاليه بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الافريقي وجميع الاليات القائمه لانهاء الصراع الحالي وكذلك مواصله التنسيق مع كافه الشركاء والمنظمات الاغاثيه لدعم جهود توفير الاحتياجات الانسانيه العاجله للسودان للتخفيف من الوضع الانساني المتدهور الأشقاء الأعزاء أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستظهر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفه وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته